السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض لي ماكارون. لي ماكارون ساهلين وصعاب في نفس الوقت. ان شاء الله اليوم غادي نحاول انني نوصل لكم الطريقه باش ان شاء الله منين تجربوهم ينجحوا معاكم. كنحتاجوا 100 غرام بيض بيض، تقريبا 3 ديال بيض بيضات، المهم كيبقى على حساب الكبوريه ديال البيض. هنايا عندي 150 غرام ديال السكر سنيدة، عندي 150 غرام ديال بودرة اللوز، واللي ما عندهاش بودرة اللوز دير اللوز عادي قشرو وتطحنو، تمسحو مزيان وتطحنو. عندي 150 غرام سكر غلاسي، وعندي 50 غرام ديال الماء، وكنحتاجو الملونات اللي بغينا على حساب الذوق، فرامبواز، فريز، بيستاش، موكا، قهوه، المهم داكشي كيرجع لكم. البنات اللي كيبغيو العبار ب ب ب بكاس العنبه، هنايا ما يمكنش نعطيو العبار بكاس العنبه لانه كيكون شويه صعيب. من الاحسن انه الواحد ياخذ واحد الميزان ويخليه عنده، راه غادي يستعملوا في كاع جميع الحلويات ديالو. غادي نبداو باول مرحله. كناخذوا واحد الكسرونه كنديروا فيها سكر سنيده 150 غرام، كنزيدوا عليها 50 غرام ديال الماء، وكنديروها فوق العافيه حتى تغلي، تغلي مزيان مزيان. اللي عندهم الميزان كادمين توصل لدرجة الحرارة 118، اللي ما عندهمش الميزان غادي نحاول انني نبسط لكم. ملي كيبداو يديروا دوك الفقاعات كيبقاو يكونوا صغارين في الاول، وما عندهم زايدين، هما يكبروا كيكبروا ويكبروا. صافي ملي كيوصلوا لديك المرحلة انهم كبارين دوك الفقاعات بزاف، صافي ديك الوقيته كيكون عندنا السيرو ديالنا واجد. انا غادي ندير السكر مع الماء فوق العافيه حتى يولي على شكل سيرو، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نضربوا به بيض البيض. وقبل هاد المرحله هنايا بالنسبه للوز والسكر كلاصي غادي نولي نطحنهم مره ثانيه، نطحنهم مزيان مزيان. ها هو السيرو ديالنا هنايا وجد. انا غادي نبدا نطلع بيض البيض شويه بشويه، انايا كنضيف السيرو حتى نكملو ونبقى نضرب فيه حتى نحس بداك بيض البيض بدا كيبرد شويه، وكيدير داك منقار العصفور، هذاك لو بيك هكا. ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. قربنا على بيض البيض، شفتو كيدير داك، كيجي من كنجبدو كيبقى واقف. صافي نبداو ان شاء الله. هنايا عندي هذاك اللوز اللي طحنتو مع سكر غبره، ها هو كيف ولا. كنضيفوه على بيض البيض على 3 نتاع المراحل، كنضيفوه البيض البيض على 3 نتاع المراحل. بسم الله، نحاولوا اننا نديرو بحال هذه الطريقه من تحت للفوق، نخلطو من تحت للفوق. بالنسبه للسيرو اللي ضفتو بقيت كنضيفو على شكل خيط، وانايا كنطلع في بيض البيض ماشي نكبوه مرة واحدة. صافي نضفت كمية ثانية، دائما كنخلط. انا سبق ليا وجدت لي ماكارون، وجدتهم باللوز مطحون بقشورو ماشي باللوز غبرة، تاهما كيجيو رائعين بحالهم بحال هاد اللوز غبره. هاد كيجيو حسن، كيعطي فيهم كيخرجوا فيهم داك دوك التماش ديال القشره ديال اللوز، كيجي رائع في المنظر. كنضيفوا الكميه اللي بقات لنا. نسيت ما قلت لكمش، بيض البيض ضفت ليه قبصه نتاع الملحه، انا ضروري عندي في القبيصه نتاع الملحه هي اللي كتوازن الحلاوه. صافي وما نبقاوش غير نحركو، بقاو غير نحركو هكا ونعاودو، لا خاص يدنا تكون شويه خفيفه، ما نخافوش
في هذه المرحله كل شيء بسيط، حنا خلطنا كل شيء. دابا غادي تبدي المرحله ديال الماكروناج. صافي من خلطنا هذا الشيء كنشدو هكذا يدينا وكنجيو هنا للوسط بحال كنحكو، كنعاودو بحال كنحكو داك اللوز مع بيض البيض مع السكر هكذا. نتمنى ان شاء الله انني نكون قدرت انني نوصل لكم الفكره. كديروها شي 4 المرات ولا 5 هذه الطريقه، وكتشوفوا بحال دابا ها عندنا باقي كيهبط متقطع، مازال خاصو شويه. نعاودو نفس العمليه هكذا وكنجيو للوسط بحال كنقرضوا هذيك الدوره اللي درناها هكذا بهذا الشكل. حنايا كنحكو في هذاك اللوز مع السكر هكذا. نوليو نشوفو تقريبا راه واجد، باقي لنا غير شويه وما نكثروش فيها بزاف باش ما يجرالناش الخليط وما يطلعوا ليناش لي ماكارون ديالنا. صافي شفتو كيهود على شكل خيط والخليط رجع لامع. ها نتوما صافي. دابا انايا غادي نقسم الخليط على زوج، تقدروا تقسموه على ثلاثه، تقدروا تقسموها تخليوه غير هكا، تقدروا نتوما وخاطركم. هذا نخليه طبيعي تنديرو في جيب الحلواني. هذا غادي نضيف ليه شويه ديال النكهه تاع الفرامبواز، راه موجودين في الاسواق رسول الله. نضيف هكا واحد الكميه صافي، كنحاول انني نحركها. واللون كيبقى يرجع ليكم، كاين اللي كتبغي غامق بزاف، كاين اللي كتبغي شويه، كاين على حساب. نضيف واحد شويه تقريبا نص معلقه صغيره صافي. كنخلط هذا الشيء كامل، كنديرهم في جيب الحلواني ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. انا رجعت لكم بعد ما عمرت الخليط تاع المكرون ديالنا في لي بوش بحال هذا الشكل. كناخذوا هذا السيليكون الخاص بلي ماكارون، اللي ما عندهمش كتاخذ غير ورق الطبخ كتقلبوا على الظهر ديالو بحال هكذا، كدير دوائر كترسمهم دائرات بالستيلو ولا بشي حاجه، وكتولي تقلب البابي ديالها صافي كيبانوا ليها الدوائر، وكت كتدير على حسابهم القد ديالهم الكبر كيرجع ليكم. انايا غادي نحاول انني ندير هكا في الوسط صافي بهذه الطريقه. انايا غادي نكمل اللي بقى لي، كنشدو اللاطه ديالنا كنخبطوها مزيان مع الطاوله بهذه الطريقه كما شفتوا كيتوزعوا بوحدهم. صافي دابا انا غادي نخليهم يرتاحوا حتى كيدو كينشفوا من الفوق. ملي كنديروا هكا الصبع ديالنا ما كيبقاش يلاصق لينا في الخليط هنايا في يدنا صافي، وكنرجعوا باش نشوفوا طريقه الطهي ديالهم ان شاء الله. بالنسبه للفرن خاصو يكون بالمروحه ونكونوا مسخنينه من قبل على 150 درجه. كندخلوا لي ماكارون ديالنا كنخليوهم يطيبوا. ها هما لي ماكارون ديالنا بعد ما وجدوا. كيف ما قلت لكم انا كنت محضره كميه من قبل، وكنت محضرها باللوز بقشور ديالو. ها هما اللي درناهم اليوم، درنا البيض العادي ودرت تاع الفرامبواز، عمرتهم بالغاناش، وكاين اللي درتو بالشوكولا وعمرتو بنوتيلا،
وديال الفرومبواز درت لهم الكونفيتير تاع الفرومبواز، درت بنكهه الموكا، ودرت قبل ما ندخلهم يطيبوا درت لهم شويه ديال اللماع، وحدين بالابيض عمرتهم بكريمه الحامض، ودرت لهم الفيتين من الفوق قبل ما يطيبوا. بالنسبه للفرن خاصه يكون بالمروحه، المده اللي خدات لي باش نشفوا لي ماكارون انا خدات معايا ساعه ونص، المده ما كتبقاش غير محدوده على حساب. المهم لي ماكارون ما خصناش نحطوهم في مكان تكون فيه الرطوبه، ما خصناش نحطوهم حدا الماء، وما خصناش نديرهم في الخزانه ونسدو عليهم، خاصهم يبقاو في واحد المكان اللي فيه الهواء وما يكونش بزاف تاع الهواء باش ما يخسروناش. صافي ملي كنشوفوهم كما قلت لكم كنقيسوا الوجه ديالهم ما كيلصقش في الاصبع ديالنا، صافي كيكونوا واجدين. نتمنى ان شاء الله انني نكون توفقت في الشرح ووصلت لكم داكشي اللي كنت باغي نوصلو لكم ان شاء الله، وتوصفوا وتجربوا الوصفه وتنجح معكم. والى وصفات اخرى ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.